الشرق الاوسط يعتبر من افضل المركبات على مستوى الشرق الاوسط، لانه طريقه معالجه النفايات عندهم بتصير بطريقه صحيه وصديقه للبيئه. يعني مكب بطنها هسه رايحين تشوفوه، مساحه المكب 2000 دونم، مستقبل يوميا 2500 طن من النفايات الى 3000 طن من مناطق امانة عمان. يعني انت باي منطقه ساكنه؟ منطقة عمان. عمان وين بعمان؟ شو اسمه؟ مرج الحمام. منطقة مرج الحمام. مين مناطق ثانية ساكن منكم؟ أنا. أي منطقة؟ شو؟ وين ساكنين؟ احكوا وين ساكنين؟ وين ساكنين؟ أنا حي نزال. وانت؟ أنا تلال علي. منطقة تلال علي. كل المناطق هذه بأمانة عمان تيجي النفايات عندنا هون على مكب الغضاوي. غير أمانة عمان نستخدم أو بيجينا من بلدية الزرقاء كاملة وبلدية الرصيفة بلدية عيل الباشا والقطاع الخاص. شو يعني قطاع خاص؟ يعني شركات مثل مكة مول، مثل زواتي، الشركات الخاصة هاي أو المصانع الكبيرة اللي تنتج نفايات منزلية بتيجي عندنا هون. نستقبل من 2500 إلى 3000 طن. هلا النظام عندنا هون متطور جدا، بمعنى هذا المدخل الرئيسي للمكب، المكب مشيك كامل. النفايات اللي بتيجي بتتوزن هون على قبان محطة توزين، ناخذ الوزن القائم للسيارات هاي اللي تجينا، بتفوت بتفرغ جوا بالخلية وهي طالعة ايش؟ بتوزن مرة ثانية. طيب ليش بتوزن مرتين؟ عشان نعرف الوزن قبل ما تسجل، عشان نعرف الوزن الصافي للسيارة هاي والحمولة من النفايات. هلا بس تصل النفايات عندنا جوا، في عندنا معدات ثقيلة يعني جرافات. تعرفون الجرافات؟ هاي الجرافات تعمل على فرد النفايات وتدعيسها ودكها، وبعدين بنغطيها بالتراب. ليش بنغطيها بالتراب؟ عشان تتحلل. عشان تتحلل. وعشان ايش كمان؟ طلع الريحة. الريحة كمان. وعشان ايش؟ عشان ريحة ما تطلع. صحيح. بس الهدف الرئيسي من تغطيتها غير زي ما قالت عشان تتحلل، وعشان ما يصير عندي حرائق، عشان ما يصير مثلا رائحة، لأنه ما فيش سكان. أقرب منطقة سكنية إلنا من الزرقاء تبعد 8 كيلومتر عنا. الهدف الرئيسي عشان تنتج غاز الميثان. غاز الميثان هذا بننتج منه الكهرباء. يعني الهدف الرئيسي من مشروع النفايات هذا، شايفين النفايات، ان ننتج كهرباء ونولد كهرباء ونزود العاصمة أمانة عمال الكبرى بيها. هسا خنفوت ونشوف كيف طريقة معالجة النفايات. توكل.